زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق حمدي المرزوقي. حمدي، نواصل نحكي معك على الخروج من الكلوب. وصلوك عرض الذخر حمدي وقتها من بخلاف الملعب التونسي؟ اي، وصلوني ترجي ونادي صفاقسي. قعدت ظهري حتى المسؤولين بتاع السي اس اس، قعدت معاهم. اي، قعدت وما تفهمتش معاهم. علاش؟ امور فلوس. اي، امور فلوس، يعني الوضعية متاع الفلوس، يعني العرض اللي قدمه لي ما عجبنيش. أكثر من الإفريقي؟ بيان سور. أي، الملعب التونسي كان أكبر أوفر وقتها. أي، وجاني أوفر من ليبيا ومشيت الغاديكا، ومن بعد روحت ما حبيتش نكمل. علاش؟ الأمور حسيتها ماهيش واضحة وقتها. سعد القدافي هو اللي طلبني. لشنو يا جماعه؟ طلبني شخصيا الاتحاد. يظهر لي الاتحاد. اي، وقتها ما نعرفش شنو جمعيه وقتها. الاتحاد. اي، وقتها الاتحاد. جابني جماعه من ليبيا، مشيت معهم الغاديكا وعلى اساس باش نتفاهموا في العقد. نلقى روحي يعني يلزمني نمشي معهم لسويسرا باش نتدرب غاديكا، ومن بعد يعني يتفاهموا معايا. قلت لهم لا. قلت لهم قبل ما نحط ساقي في الطياره ولا حط ساقي في التيران، صح، نتفاهموا شنو هي، شنو هو عليا وشنو هو وشنو هو عليكم. ما نمشيش هكاك. فرضا انا مشيت وتدربت وصارت لي اصابه، شنو نعمل انا وقتها؟ فهمت؟ ترجي ايضا طلبتك زاد وقتها. اي، علاش ما تفهمتوش كيف فلوس؟ لا، مش ما تفوضت الجملة، ما دخلتوش في مفاوضات. لا، علاش؟ ما حبيتش. علاش؟ ما فيهش علاش، خاطرني انا ود لو كلوب. هاك تفاوضت مع السي اس اس وانت ود لو كلوب؟ اي، ماهيش كيما الاسبيرونس. كيفاش؟ كيف شنو مش كيفاش يعني؟ تو ما فيهاش يعني كيفاش. فيها نادي الافريقي، فيها ترجي. تو تبدلت الوضعية. انا كحمدي مرزوقي الحمل نتاع كونك انت يعني اول لاعب من الكلوب يمشي لاسبيرونس، وحبيت نحطه على كتفي انا. وهو اصلا يعني تفكير ما كانش موجود كان يمشي لاسبيرونس. عطاوك برشا فلوس وقت؟ عطاوني فلوس 150 مليون في العام. ينجم يكون اكثر زاد، حتى اكثر. ينجم حتى يكون اكثر. قلت لي، قلت لي فما شكون كان وقتها يقول لي خاطر بالنسبه لي انا. شنو على سليم شيبوب؟ يقول لي فما شكون كان وقتها يقول لي سليم شيبوب؟ وخي انا مانيش نلعب في الاسبيرونس باش نقول لا. انا مانيش مربوط يعني به في حتى شيء وقت. حتى جمعيات اخرى الجمعه اللي فاتت كان في بلاستيك بشير السحباني قال ما نجمتش نقول لا، رغم اني تفاهم معي طوال وقتها. خاطر هو وقتها مربوط بالترجي الرياضي التونسي، انا مربوط بالنادي الافريقي. ماناش كيف ماناش فرد وضعي. هو مربوط بالسي ا بي وقتها مش بالترجي. شنو يعني هو على اساس باش يمشي؟ لا. شو سليم شيبوب في حد ذاته هو بيدو ذكي. كي باش يجيب بشير صاحباني من سي ا بي باش كي يفرض حاجات ولا يعني يمارس ضغوطات على جمعيه مش كيما باش يمارسها على النادي الافريقي. النادي الافريقي راهي زاد راهي جمعيه كبيره. واضح ولا؟ وجماهيرها اكبر من سليم شيبوب. يعني ماهوش ما عندوش يعني وقتها كيما نقولوا احنا جرأه باش يدخل في كونفلي مع جماهير النادي الافريقي. مسؤولين الكلوب وقتها كان في بالهم اللي يكلموا فيك سي اس اس لاسبيرونس وعندك اوفر من ليبيا؟ اكيد راهو في بالهم. ما تحركوش؟ ما حتى حد ما تحرك. ما كلمك حد؟ وفيك كونتاتوك؟ ما كلمني. ربي معك. ما كلمني حد، بالعكس انا تكلمت. انا سي صالح الثابتي نذكره بالخير ونوجه له تحيه كبيره، وقف معايا كي حتى كي جيت باش نخرج، وحتى كي رجعت للكلوب. واضح؟ نوجه له تحية كبيرة. يقولوا جلال فكك الكلوب، جلال بن عيسى. ما فكنيش، ما عندوش علاش باش يفكني. هو قدم عرض وانا نقبل والا لا. عطاك 180 مليون و6 ملايين في الشهر، هكا العرض كان؟ لا، اكثر. 150 لا 150 و3 ملايين في الشهر. خلاوك تصحح في ستات؟ مش خلاوني تصحح، مش هم الفلوس خلتني. اي، خاطر جمهور الكلوب اعتبروا كانك بعت الكلوب على خاطر الفلوس. ما فيهاش، ما يدي كيفاش تقولوا باع، راهو اللي باع هو ما يقول، راهو خان هو ما يقول، مش هما يقولوا. اعتبروك خنت لكل. لا، ما عليه اللي يخرج. اللي يخرج نظيف، ما خليتش هيستوريك خايب في النادي الافريقي. لا خنت
بعت ماتش ولا فهمت عملت شوهت صورة النادي الافريقي في مقابلات ولا في مناسبات. اول ماتش مع استاد كونترول الكلوب كيفاش كان؟ كان صعيب ياسر. كيفاش دخلت؟ كان صعيب ياسر. كيفاش عشتو؟ عشتو فهمتني كأي لاعب مركز على الماتش متاعي ما نكذبش عليك. اما السبت قاعد نسمع فيه ونتحمل فيه خاطر يلزمني يكون محترف وقتها. يقولوا اللي سألته قبيلك اللي قال عليك سيريو وكنت حتى تفديك معناها ما تفدلكش برشا وخدام، قال لي زادك ديما كان ماتشوات الكلوب يعيش ديما يبدا على اعصابه، ما عادش ماتشوات باهين. ضد النادي الافريقي آه. ولا؟ ضد النادي الافريقي. لا. لا. ما نبداش على اعصابي، بالعكس. انا يلزمك وقتها تبرهن اللي انت حمدي مرزوقي كلاعب عندك مستوى معين، ما يلزمكش تطيح عليه. مانيش خايف يعني تعطي اكثر. يلزمك مش كيستيون تعطي اكثر، يلزمك يعني مردودك يكون موجود. تحس فما ريفونش تحب توري انت تظلمت. لا 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 بالعكس، جمعيتي هذيك جمعيتي. انا راهو شو ريت كل مقابله نعطيها قيمتها ونعطيها قدرها. انا في النادي الافريقي رانا راني كي طلعت مع اسامي كبيره. تعلمت حاجه اسمها سيريو، تعلمت حاجه اسمها خدمه، تعلمت حاجه اسمها راهو النادي الافريقي يلزمك تعطيه قدره. فينال كوب 2003 حمدي يقولوا كنت فرحان اكثر من اللازم بالتتويج. لا يقولوا حتى عملت حتى حاجات استفزاز للجمهور. سامحني اسلام، هذا سؤال غلط. كيفاش غلط؟ غلط. انا كان جاي من الوحي نتاعك. لا ماهوش من الوحي نتاعك، فما حتى سؤال سالتهولك من الوحي نتاعي. كان جاي من وحي عباد اخرين راهم الناس يقولوا حتى ناس عملت حاجات بعد الماتش للجمهور استفزيتهم. هذا سؤال الناس تحب تعرف اللي هي تحب تعرفه، مش الواقع. الواقع بالعكس. لا بروف اللي انا وقت اللي هما ماشيين الباردو انا طلبت قلت لهم نروح. نحكي في استاد بعد الماتش. بعد الماتش شنو هي الفرحه؟ اي هستيريا كانت. لا 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 حسوها حتى بروفوكاسيون. لا بروف انا ما طلعتش بوديوم. انا ما طلعتش باش ناخو انا الميداي بتاعي، ما طلعتش. واضحه العمليه. قبل كنت تبكي كي الكلوب ما تهزش تيتر، اليوم ناحية تيتر الكلوب انت شو؟ حاجة توجعك. أنا تمنيت توجعت الماتش هذاك. هزيته؟ لا مش توجعت، أنا فرحان اللي هزيت في كاريري التيتر. كسوا مع نادي افريقي ولا غير النادي الافريقي. قلت تمنيت. لا تمنيت أنا نلعب في النادي الافريقي وقتها. تكون مع الكلوب تمنيت. مع الكلوب. خاطر بصراحة النادي الافريقي كبير ياسر. وجماهيره كبيرة ياسر. وعطتني حبها وعطتني فهمتي تشجيعها مقابل شيء نعطي فيهم نعطي فيه للنادي الافريقي. سؤال اخر مش من وحي خيالي زاده. خرج كلام قبل الماتش انك تحب تبيع الماتش للكلوب. هذوكم حبوا كيفاش نفسر لك، يعملوا شويه كخزعبلات ومشاكل وبرتيرباسيون في نفسي انا وفي الـ في الـ في الجمعيه نتاعي. وقتها في الجمعيه اللي في مع استاد وقتها حبوا يعملوا يخلقوا نوع من ديزيكيليبر فهمتني مونتال في الجمعيه. راه فلان ينجم باش يخونكم يعني يخليه هو كمدرب ولا كمسؤولين الكلمه في حد ذاتها تخليه يتخمم. واضحه. اذا هو اللي فات هو خمم يعني باش تولي فما اشكاليه. مدرب الملعب التونسي وقتها الله يرحمه احمد المغيرب. الله يرحمه. فرقنا منذ ايامات. الله يرحمه. ان شاء الله ويصبر كل عائلته. شنو قاعد لك معاه سيد احمد؟ شو سيد احمد؟ سيد احمد كلمته يقولها وحقاني، اما عنده شويه ساعات اللي يغلطوه في بعض الحكايات يغلطوه، منهم انا وقتها غلطوه فيا انا. كيفاش قالوا عليك؟ وقتها ماشي في تفكيره اللي انا دعوه. اللي انا يعني متكبر شويه يعني هو انت حدك حد روحك فوالا. خاطر ما نحن ليت في تونس اذا ما تكونش معاه راك ضده، واذا تكون نوت راك ضده. كيف عرفت الحاجه هذه انت اللي هما غلطوا فيك؟ هو قال لك عن طريق خوها لسعد المغربي. حبوا برشا ونوجه له تحيه كبيره. وصار يعني حتى من قبل الماتش نتاع النادي الافريقي يعني تخالفت انا وسيد احمد. على شنو؟ تخالفنا في 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 اكسيون صايره في وسط التيران
في وجهة نظر رجعت رديت الفعل عليه ليه لا مش لا الفعل رديت انا الفعل نحيت الدوسار وخرجت. في ماتش كونتر الكلوب هذا فينال قبل يقبل في التحذيرات اونترينمون اي اونترينمون مش في الماتش في التحذيرات. تتفكر شنو هي بالضبط علاش؟ نتفكر هي نتفكر علاش هو يطلب مني كوني انا ما نسيبش بلاصتي من الوقت في الوضعيه هذيك انا يلزمني نسيب بلاصتي ونتبع صاحبي والكوفرتور تصير من البارتنير اللي معايا والمهم اللاعب يتبع كلام المدرب ولا لا هو بيان سور ما تنقش قالك اعمل هكا اعمل هكا. اما سامحني انا سو ترين عند خمسه مدربين يقولوا لي هنا الحكايه هي هكا تصير كل واحد ورؤيته ويجي هو واحد يقول لي لا سامحني فما معقول زاد انت عندك انت بيدك تفكر راك يلزمك تفهم روحك يعني تو انا فرق انا نحكي لك سيتياسيون اكزاكت كيفاش انا عندي صاحبي طلب كوره يلزمني نتبعه فهمت. فما واحد طلب في دار يعمل كوفرتور اللي هو تابع البارتنير نتاعي لازم هو يتبعه كيفاش كان التتبيع نتاعو والمركز نتاعو انا ما تحملش المسؤوليه نتاعو صارت فهمتني الغلطه غادي كي ما كانش المركز في بلاستو تعاركتوا شويه ما تعاركتش معاه ما 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 وقتها ما نجمش نتعارك ما هو الجو باش نقعد نتعارك كلمت مسؤولين قلت لهم انا راني يا سيد هذايا هذا يحب يحط لي حاجه عند خمسه مدربين ولا سته مدربين نترين عندهم نفس يقولوا لي هك يجي هو باش يقول لي ليش شنو معناتها مانيش انا رونترونور وقتها فهمت يا انا فهمتي ما نفهمش كوره وما نعرفش كوره يا المدربين هذوك ما يعرفوش كوره كيف تفضلت الحكايه لا تفضلت من بعد فهمتي جاو هداوني وقتها المسؤولين سي طارق الاحمر مسؤول وقتها عندنا نوجه له تحيه حكى معايا ووريت فهمت شنو انا ما عندي حتى ريبونسي معاه او سيد احمد راه خاطر انا محترم وقتها قاعد انا ما عندي روندمون قاعد نقدم فيه كما ما عنديش روندمون راه ما يلعبنيش شكيت فيه في مخ النهائي حب يبيع الماتش الترجي شكيت فيه مش في انا برك الناس الكل وانا ديجا قلت واستعرفت به وقلت ان شاء الله فهمتني يسامحني فيها الحكايه وماذا بيا راهي وصلته يعني راني مش يعني من سوء نيه انا خاطر الشيما نتاع اللعب نتاعنا كونتر الاسبيرونس عبارة كان واحد باش يحط في رينجا حطه في 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 الزون بلوك طايح برشا بلوك طايح ياسر وقت لعبنا 4-3 وهو فطلع فيها صحيح الحقيقة الحقيقة